أبدأ معك كابتن محمد بحديث يورجن كلوب عن خيبة الأمل التي يشعر بها صلاح. أمر طبيعي يشعر به أي لاعب يصل للنهائي مرة ثانية، لا زال يبحث عن لقبه الأول مع منتخب بلاده بعد أن حقق كل ما يمكن أن يحقق مع النادي. أولا هو بيكره الهزيمة زي أي رياضي متميز، ما بيحبش يخسر، فما بالك بقى خسر نهائي وهو كابتن المنتخب وكان بيحلم انه يشيل الكاس وركلات ترجيح يعني وضد منين، فكلها واول مره يبقى كابتن المنتخب وخسر نهائي قبل كده 2017. فكنت اشوف ان هو لازم يريح. يعني ايه لازم يريح محمد؟ يعني لازم يبعد شويه، بس هو عنيد انا عارفه، مش هيحب يبعد وهيقول للناس انا موجود وهرد عليكم. انت وصلت لدرجه ان انت مش محتاج ان انت ترد على حد. بس احيانا بعد هذه الظروف مباراه جميله وهدف افضل طريقه لنسيان ما حدث بشكل سريع. ايوه بس المره دي مختلفه، المره دي الحزن كبير، الحزن كبير، ولازم احنا كلاعبي الكوره نحس ان اللعيبه بشر، لازم يحزن، سيبه يحزن عشان يعرف طعم الانتصار، لازم يذوق طعم الهزيمه عشان يرجع تاني قوي. سيبه، هو كلوب فكره ان هو هيخليه في وسط المجموعه يتخرجوا بسرعه. الولد انا شفت الصور بتاعته والفيديوهات بتاع التمرين قدامنا، لا كبر في السن، ده وشه ده كبر كانه 10 سنين. هم يعني؟ ايوه طبعا، هم وحزن. فالطبيعي ان الناس تقول لك اصله بطل ما بيقعش وبتاع، في بعض المواقف لازم تقيم الامور صح. هو اولا لعب بطوله مميزه وبطوله كبيره استنزف فيها كتير، كل وقت اضافي مجهود بدني وذهني ونفسي، فريحه عشان يستعيد مره اخرى نشاطه الذهني قبل الفني. انما هو طريقته، هو عنيد وطريقته مختلفه صلاح، وكلوب ما بيحبش يزعله، فالنهارده وقعده على الدكه، خد الحل الوسط. وهو عاجبني عقليته يا محمد. بمعنى ايه عقليته؟ انا عاوز اقارن ليه هو وصل لان يبقى رقم واحد في العالم. هو حزين انه خد المركز الثاني رغم كل التوقعات قبل البطوله ان احنا مش هنوصل، منتخب مصر مش هيوصل نهائي، انما وصل نهائي. لا يليق بمنتخب خد البطوله 7 مرات يفرح بالمركز الثاني. مصر المركز الثاني بالنسبه لها في كره القدم فشل، وانا ما حدش يزعل مني من اللعيبه اللي انا اصحابي كلهم وحبايبي، بس انا مش مبسوط ان هم بيظهروا في القنوات الاعلاميه وبيعملوا لقاءات صحفيه. احنا بنقدر شغلك وبنشجعك وهنساندك لاخر لحظه، انما احنا بالنسبه لنا المركز الثاني فشل. طيب ايش يسوي؟ يختفي يعني؟ لا، يرفض اللقاءات؟ يعيش في نكد اسبوعين عشان ابو تريكه يرضي؟ يعمل ايه يعني؟ لا لا، لازم يحزن، لازم يحزن. حزن يوم المباراه؟ لا، وبعد. وبعض اللاعبين شاهدنا لقطات بكاء وبعد. طيب. محمد، وبعد إيه؟ انت لازم تقدر شغله انما مش تكرمه. اللي يكرم صاحب المركز الاول، صاحب البطوله. بس بالظروف اللي أيوة. حدثت بمستوى بقيه المنافسين الوصول الى النهائي انجاز. عشان احنا كده، عشان خدنا 7 بطولات بكده يا محمد. مصر خدت 7 نجوم على راسي، بس في ظروف مختلفه باجيال مختلفه والله لو عدى لاعبين مختلفين، والله لو عدى مليون سنه منتخب مصر مكانه المركز الاول، واحنا مقدرين مجهودهم وتعبهم وقد ايه هم ضحوا وقد ايه هم كافحوا، انما ما ينفعش اعاملك كانك مركز اول، انت مركز ثاني، التاريخ لا يذكر سوى الابطال. طيب يعني انت عاتبك على من احتفل بمركز ثاني مش على اللاعبين عشان لو عملوا لقاءات وبعض اللاعبين عادي. شوف صلاح وشه عمل ازاي، حزين ازاي، احزن عشان تعرف طعم الانتصار كويس. وبعدين زي ما قلت لك، مش معنى ان ذلك ان احنا نبحث حقهم، لا، تشجعهم وتساندهم انما مش تكرمهم عشان يعرف قيمة المركز الأول.